بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. تعالى بقى نتكلم على ماتش سحب الارض. سحب الارض والملعب والقرعه وكل حاجه. المنتخب السعودي هيلعب مع المنتخب اليمني النهارده في دور ربع النهائي. اما الماتشات كلها النهارده، احنا اربع ماتشات بيتلعبوا النهارده حضرتك. الماتش هيتلعب الساعه 5 بتوقيت مصر، صلى على النبي. الماتش هيتلعب الساعه 5، الماتش موجود معانا الساعه 5 على قنوات الكاس وقنوات السعوديه. ماتش السعوديه واليمن، تتوقع انت مين اللي يكسب، السعوديه ولا اليمن؟ انا عن نفسي يا اسطى بتوقع السعوديه، بس في اخوه يمنيين جم امبارح قالوا لي هنكسب، قلت لهم والله يا اسطى ربنا يوفقك. انا بالنسبه لي عايز منتخب السعوديه يطلع علشان خاطر منافس قوي جدا، بس ما اتوقعش ان منتخب السعوديه يطلع. شوف يا جدع، يعني احنا عايزين السعوديه تكسب؟ لا، مش لازم، يعني اللي يكسب يكسب، اليمن يكسب، فلسطين تكسب، الاردن. عايز اقول لك ان ماتش فلسطين والاردن برده هيبدا بي، يعني هو البدايه بتاعتنا. الماتش هيبدا الساعه 3 بتاع فلسطين والاردن برضو على قنوات الكاس اللي احنا برضو حفظنا التردد بتاعها، هي وقناه السعوديه سبورت. انا مش حافظ قناه التردد السعوديه سبورت، انا حافظ تردد قناه الكاس اللي هو 19 19 ده. بس انت بقى حافظ يا عزيزي، وتتوقع مين يكسب في الماتشين دول، الاردن ولا فلسطين ولا السعوديه ولا كمان المنتخب اليمني؟ انا عن نفسي متوقع الاردن والسعوديه. انت متوقع مين؟ قول لي عزيزي رايك يهمني بجد والله. لا اولا يا عجب، بص اولا احنا بين الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو برضه رايك، انايل في امه ايه؟